أي واحد قرب من الله سبحانه وتعالى وخمس شهور عنده الحق في التطعيم، عنده الحق في الفسحة، عنده الحق في التغذية، عنده حق. لأن الدولة ما راح تخلص كتعطى واحد المصروف للتسجيل. هنا واحد الرسالة كنتمنى توصل أصحاب دول القرارات. بغيت واحد الرسالة يديروا أصحاب دول القرارات يديروا واحد التفتة جميلة إن شاء الله يا رب العالمين. راه الناس كتحتضر، الناس راه كتمحن داخل السجن، وأنا راه حالة من الحالات، والأخ مصطفى تا هو راه حالة من الحالات. كنتمنى أصحاب دول القرارات يديروا واحد التفتة، وكاين واحد رئيس المعقل تماك راه لا حول ولا قوة إلا بالله. الأخ ديالي تفطروا لي جوج أصابع وأنت راك عارف هاد المسائل هادي. الله يكبر بك، الله يكبر بك، حتى مرحبا بك عندنا ومرحبا خويا ومرحبا مرحبا. هذه البنت ديالي والاخ الصديق ديالنا سي حكيم اللي هو صديق ديالنا. نفس المعاناه واقع نفس المشكل كتقاسموا ونقولوا غادي نشرح نفس ملي غيشوفوا المشاهدين ويشوفوا الناس المسؤولين غيلقاو نفس المشكل. واخا عاود لي بالضبط شنو هو المشكل عندك؟ انا خويا ولدي كتب عليه المكتوب شد تخلعوا كاشا كان عنده مشكل، عنده فراكتير في الركبه مهرس من الركبه ديالو ديال الحديد ومهرس من الفخذ كيف تيقولوا الطب في مور مهرس ديال قطيب ربما ها هي البلاكه ديالو اللي داير ديال قطيب في رجلو هذه دار حديث ياك هذه كان دي جاي هو الطوموبيل ضربات الطوموبيل باللور دخل في طوموبيل اخرى هذه قبل ما يتشد شحال ديال الوقت تقريبا قبل ما يتشد نقول لك اخويا شحال تقريبا غير نهار 28 شهر 10 2020 باش دار الحديثه دارت على ديال الوقت باش تشد اخويا دخل العكاشة هو في الاول ديال شهر 12 ولك بالضبط ما عرفتش ما نقدرش نقول لك بالضبط شنو علاش كتشد بعدا هو والمساطير المرجعيه انا مثلا سيد تشد داو تحكم احنا ما درنا حتى شي كلمه يعني ما قلنا حتى الامور هذه احنا رضينا بحكم الله دخل السيد المؤسسه ولكن شنو فين كاين الاشكال اخويا هذا الدري ولدي مني تشد مشيت عندهم العكاشه استقبلني واحد السيد في الباب السلام عليكم شنو المشكل ديالك قلت له ودي ولدي راه داخل مهرس كتب عليه المكتوب داخل مهرس وين الله يجزيكم بخير عنده واحد الرونديفو ها هو الرونديفو اللي كان عطاه الطبيب ديالو عنده لوكات 4/12 ها هي 4/12 علاش هذاك الموعد ديالاش هذا الموعد ديالو باش يشوفوا الطبيب في ميريزكو انا شاد لي رونديفو في ميريزكو على حساب 4/12 باش غادي يمشي للسبيطار ما غيستحش قال لك لا راه كاين كوفيد ما كوفيد انا ديكلاريت ليهم خدم عندي داك الموظف نسخ قال لي يا خويا ما تعطينيش الاصلي يعطينا نسخ خداهم قال لي انا غنديهم تكلف غنديهم للفرم داهم الفرم الدواء ما وصلوش لي شريت الدواء من عندي اللي كان عطيه الطبيب ديالو ما وصلوش لي مع الدري انه تينعس مع داك الالم اللي عنده دوبل فراكتير عطاو واحد الفانيل ديال الناس شريتو لي من الفارماسيان وعندي لوندوروز ديال اسمح لي نعم سيدي فهاد الايام الاولى كنتي كتزور وكتمشيو بزاف ما عمرنا زرناه علاش ما كاين زياره انا ما غنقولش لهم لا دخلوا عند ولدي بزز انا تنتبع داك الشيء اللي دايره الاداره تنمشي عليه واخا اسمح لي بالنسبه كيفاش كنتي كتعرف انت هاد المعاناه ديالو وهاد الالام وهاد الشيء وراه باينه واحد الانسان مارس انا عندي خبره في هذا المجال واحد السيد مارس من الفخذ ديالو ودير قطيب ديال الحديد ومارس من الركبه ديال الحديد فيكساسيون ديال الحديد وما غيكونش معاني علاش حيت انا تنعاني من هذا المشكل انا راه عندي فرصه ان الطبيب ديالو ملي مشى عند الطبيب ديالو تيعطيه فانيد باش ينعس بالليل قال لي قطره الالم قال لي عندي الالم تيعطيه فانيد باش ينعس انا ملي كان عندي في الدار تنعطيه فانيد باش ينعس بحال هو عانى في السجن بدون تطبيب وراه من مشيت عندهم الاول ديالو فاش يلاه جابوا العكاشه من المحكمه ضربت 48 ساعه في المحكمه انتقل العكاشه الغد مشيت لعندهم تلاقيت مع واحد مسؤول الباب قال لي شنو المشكل اللي عندك قلت له ودي راه ولدي غندخل ليه الدواء وعنده رانديفو ديالو في ميريزكو راه داز ليه قال لي صافي هذوك الاوريجينال ديال الكرت دوم عطيني الفوتوكوبي مشى دخل داخل خرج عندي قال لي ودي راه عطيتهم للممرض درت ثقه ماشي مشكل عاوتاني رجعت 15 يوم ولا ما عرفت واحد رجعت عاوتاني السلام عليكم السلام الدري ولدي راه ما درتو معاه والو قال لا سيدي حنا مقادين مع الامور شهر ونص مشيت دخلت عندك الدري قال لي خويا انا حشمت منك دخل عند النائب ديالو ودي بغى يشوف المدير قال لي المدير ما تيستقبلش وما تعاودش تشوف المدير غتشوف النائب ديالو دخلت عند واحد السيد بلا ما غنسميه ونتحداه انا ماشي غادي نتحداه بشي حاجه ماشي انا ما غنذكرش الاسم ديالو دخلت قال لي انا هو نائب المدير قلت له مش عارفين الله يجازيك بخير
ولدي راه داير عمليه عنده مشكل ديال الحديد راه كاين وكاين وكاين. قال لي صافي سير كون هاني، صافي سير كون هاني. السيد رئيس المعقل كيف قالوا تيقولوا ما رئيس المعقل، هبطوا البلاصه فين كان فيها، هبطوا لبلاصه اخرى. فين ما انا تنمشي تنطلب التطبيب تيدير لي مشكل، وفحال نعطيكم ولا كان ممكن كاع نعطيكم واحد النقطه، ان المحامي مشى تزورو، دخل الدري قلبوه، خرجت المحاميه عاود حيد لي حوايجو قلبو، حيد لي حوايجو قلبو، جبتي لي حوايج توريتيهم ليه. ملي غوت ليا قال لي برا كاين وكاين، غوت على المحاميه وقالت لك حشومه وعي، واش انا غادي نعطي ممنوعات؟ انا نعطي شي حاجه؟ راه انا كاينه كاميرا مراقبيننا تما. قلت لها ماشي مشكل. قالت لك سير صبر، صبرنا. عاود رجعت دخلت لداخل، بغيت نعتصم، ربيت بغيت نعتصم باش نخرج يشوفني المول. جاو الموظفين، لا راه غتشري لنا الصداع، غدير لنا، غتبع لنا، غدير لنا. يا ديك المهم تناقش مع ديك الطبيبه. مشيت انايا رجعت. ولكن انت كيفاش كتعرف هادشي ديال المعلومات؟ ولدي تيتصل بيا هاتفيا، عطيني واحد تنشري لي لي كارت، هما تعطيهم التليفون ديالو. تيعاود لك المعاناه ديالك. تيعاود لك المعاناه. هذيك الساعه عاوتاني مشيت. دخلوني لداخل، خرج واحد الموظف قال لك انا نائب المدير، خرجت عندك لي خويا السيمانه هذه شي 15 يوم جيتي عندي وما درتي معايا والو. غادي نعاود لك من واحد وني اثنين ثلاثه راك غادي دير معايا والو. انا بغيت السيد المدير ديال المؤسسه هو اللي غادي يفك لي المشكل. مورا هذيك المدير فاش خرج عندك وطلع لي الدم، حتى جات المندوب الجهوي. مشيتي للمندوبيه؟ مشيت للمندوب الجهوي، دعتوني شي ناس. كان الحوار معاك ولا لا؟ دخلت السلام عليكم، السلام، بغيت نشوف المندوب الجهوي. قال لك خصنا راه بلاتي شويه اخذوا لا كارت ناسيونال. المدير الجهوي؟ المدير الجهوي، انا النائب الجهوي للمدير المتنظم في التواصل هذه. الله يكبر لك. الله يجازي بخير. دخلت عنده السلام عليكم، السلام، عطاو لا كارت، دخل قال لي شنو المشكل؟ قلت له ولدي الله يجازيك بخير، انا عندي ولدي معتقل. قال لي باش قال لي بطاقة السير. قلت له ولدي ما جاتش. عندي في التليفون مصوره في التليفون، ولكن السيد الموظف حتى ديال التليفون ما تيدخلش. غوت على واحد السيد قلت له 1300، مشى جاب الدوسي ديالو، شاف فيه بحال الكل. قال لي شنو المشكل اللي عندك؟ قلت له خويا المشكل اللي عندي ان السيد رئيس المعقل تيتهدد على ولدي، قال لي غنصيفطك لبوعرفه. قد ما بقى نصيفطك قال لي شي بلاصه اللي ما يسوقش فيها والديك. واخا خلينا في التطبيب، دويتي مع عبد التطبيب؟ ها؟ دويتي مع عبد التطبيب؟ لا هو عند التطبيب، قلت له ولدي المشكل اللي عندي، عندي جوج مشاكل، هاد رئيس النقل حاضر لي على ولدي، وما تيخرجوش في التطبيب. فين ما تنمشي نطلب التطبيب تيدير لي شي موتيف. اخر موتيف اللي باش هبطو مشى جاب واحد الناس ماشي ديال دوك البلاصه اللي بارك فيها، قلبوا لي بلاصه وجدوا لي شارجور وجدوا لي لاكارت ديال التليفون. قال لي هادشي؟ قال لي الشارجور ما عنديش. لاكارت ديال التليفون عندك الحق تمشي تقراها، الا لقيتي صوتي دير فيه ما بغيتي. هبطوا من البلاصه ديالها، انه مهرس، هبطوا من البلاصه ديالو، هبطوا من البلاصه ديالو. مي ديك فاش انا مشيت عند المدير ديالو قلت له دير هذا وهذا وهذا وهذا. المدير سيعود تقريبا شدني 45 دقيقة ولا درت معاه، عوت على واحد المسؤول قال لي أنت غادي تباشر هذه العملية. قال لي سير أخويا كون هاني، أنا طمعنت ليه، سير كون هاني، أنا راه إن شاء الله هاد السيد اللي جي عوض لي دابا ما عرفتش حتى بلا ما نقول سميتو راه هو اللي غيتكلم بولدك. المده ديال الشهر دابا بالضبط بيني وبين المدير 21 كانت شي حلول. ودابا انا نكمل لك مني لا دخلش مع السيد المندوب الجهوي وعطاني كلمه صافي هني استقبلني احسن استقبال ممكن ندير. والله يرحم الوالدين 45 دقيقه وانا معاه في البيرو ديالو غادي معايا دقه دقه. واخا كانت شي نتائج مزيانه وانا جيك اخويا بالنسبه للنتائج راه ما كاين والو. كاين والو الطبيب ما كاين والو. ما كاين والو باقي الى ملي رجعت ملي تلاقيت مع ذاك السيد. هذاك السيد الخميس، الخميس اللي فات تلاقيت معاه قال لي نضرب واش ولدك خرج السبيطار. قال لي ولدي راه ما داروش السبيطار. قال لي ما يمكنش. واش غنكذب عليك؟ دابا راه جيت بغيت نزورو تنتفاجا قال لك انه في الكاشو. شكو؟ قال لي ومن التالي جي عندي. هذا السيد المندوب الجهوي الله يرحم ليه الوالدين وصى واحد الموظف تما تلقى معايا نيت بعو كاشا في الزياره جاي باش نزور ولدي تقريبا. انا ما عمري شفتو من غير السبب علاش دارو في الكاشو؟ لا انا نقول لك السبب. دخلت ولدي هذا السيد قال لي ولدي خويا في الكاشو ما غاتزوروش دابا. قلت لبنتي جات على السبب ما فهمناش. عيطنا على المحاميه. جات المحاميه ديالنا
الله يرحم لها الوالدين حتى هي بلا ما يسليها دخلت عند السيد المدير باش هو السيد المدير كنقول قال لها اختي حنا لقينا جوج كاميون ديال المواد الغذائيه تيدخلوا الممنوعات الحشيشه قلت له ما يمكنش هذاك السجون والديه ما تيجيوش عنده كيفاش هاد الناس اللي تيجيبوا المواد الغذائيه غيدخلوا الحشيش وهذا اش من دخل عنده قال لي صافي وسالي سير كوني هاني حتى هي غادي نتصلوا غير بغيتي دير معاها قال لي صافي سير كوني هاني غوتك لي قالت لي المبران انا بابعك وجدت تنتسنى بها جيت انا وياها جيت قلت لها دخلت عند السيد المدير خرجت قالت لي الامور هذا لي وقال لي خير من بالنسبه للتطبيب باقي حاليا ما كاينه حتى شي حاجه باقي حاليا ما كاينه حتى شي حاجه ملي تلاقيت مع واحد الموظف من قبل من هادي لا داعي لك انت هو قال لك نائب المدير لا راه ولدك عنده الرانديفو وانت هذا الرانديفو شحال غادي راه وزاره الصحه ديال كونفونسي مع هاد الناس راه عنده الحق يديه ويعطيو رانديفو في البلاصه ما عطاو لي رانديفو غتهز داك المسجون غادي تمشي للزيرجونس غادي يستقبلوه لانه مسجون راه الناس ديال وزاره الصحه غادي يستقبلوا عباد الله تما المساجين هما الاولين وهاد الناس راه ما عندهمش هاد الفكره ملي تهضر تيقول لك لا ما عندكش حق تعرف الحق انت هو اللي غيمشي للسبيطار ودي ما غنمشيش عند السبيطار ما غنوصلوش وانا ما وصلت حتى هو مسجون عندكم هنا قال اش غادي تبعوا للسبيطار علاش غتبعوا للسبيطار عندكم موظفين ديالكم حاضينهم وانتو ديروا لي التطبيب ديالو راه ما عندوش سخانه ولا عنده حبوبه ولا راه عنده هرس عنده حديد في الجليد خاص السيد يتراقب من الطبيب يكون اخصائي باش يعطي ضمه فاصل دابا الاطباء باش نصحوك الى والاطباء قال لك يجي عندنا بغى حنا انا الطبيب ديالو هو الا ما الطبيب داركش الطبيب ديالو شي ممكن يوقع لي تيوقع لي تقلص العضلات ديالو هاد السيد خاصو من تيدير العمليه تيعطيو الدواء ديالو من تيكمل العمليه تيدير واحد المده شهر ولا شهر ولا شهرين تيمشي يدير الترويض الطبي كاين المورد الطبي الفيزيائي هو اللي تيعطي واحد 50% ديال العلاج حيت الا ما مشاش دار الترويض الطبي وهذه الناس راه حنا استشرنا مع الطب ديالو استشرنا مع اطباء في الاختصاص في العظام قال لك تيتخلص ليه المسكل ديالو العضلات ديالو تيضعفوا الدراري خصو الترويض خصو الضوء راه كيما تيقولوا الفيزيائي خصو الضوء خصو مساج خصو بزاف ديال الحوايج خصو الثقالات باش يجروا ليه رجلو باش الهواء باش ما يبقاش شحال العقوبه الحبسيه اللي عنده اسيدي العقوبه الحبسيه كتحكم بعامين سجن نافذه عامين آه باش عندنا شحال دوز منا دابا قول شهر 12 دوز 12 و 7 8 شهور 8 شهور اه 8 شهور باقي فيها بلا تطبيب بلا تطبيب حيت انا اول ما دخل المؤسسه السجنيه ليت لي الوثائق ديالو قلت لهم هذا السيد راه عنده رونديفو ها هي عنده رونديفو هو كتب الطبيب 4 12 واخا اسمح لي شنو هي الرساله اللي تبغي توصل انا الرساله نوصل للناس انا ردوني حاشا وجهك بحال الكلب ملي تمشي تدخل تما تيخرج لك موظف سيرتو نائب المدير وما تيدير معك حتى شي واحد انا تنشوف ثلاثه الناس المره الاولى خرج عندي هو المرة الثانية المرة الثالثة قلت لي خويا انا بغيت نشوف المدير واش المدير ديال المؤسسة ما يشوفش والسيد علي صاحب الجلالة عطي سيدنا التعليمات باش يشوف المواطنين يدخل يستقبلهم سيد عامل ما تلقاوش معاه مشيو تندخلوا عنده تنمشيو تما تيجي المدير ديال الديوان يقول خويا دابا راه ما سالش الاجتماع غدا ولا بغيت غدا تجي تمشي تشوف السيد العامل هذا راه مصلحة اجتماعية راه ولدي مسجون راه انت خصك تعاونو انا القانون الداخلي ديالهم ما عندي ما ندير به ومؤخرا سيدي باش 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 درت هذا المشكل هذا ملي دخلت عند الوزير لقيته متدمر مع خرجت قلت لي با انا راه ما بنادم ما والو دخلني الان دخلني الكاش وخمس ايام بلا ضو وراه ربما بخمس ايام راه كانت عنده واحد كيف تيقول العقوبه ديال المراه مشى شهر و45 شهر و45 45 يوم وكيفاش هاد الناس عطاو خمس ايام علاش عطاو خمس ايام هم دخلوا له الكاش بلا ضو داو العزلة كيف تيقولوا هما العزلة متعرفش هاد العزلة ملي سولت تيقول لك باسيلون ومحيدين لها فيه الضو كيف ما داوش ليه دير لي راديو باش يدخلوا ليه علاش اسم مسجون جديد ملي جيت ولدي مدمر دي غوت راه كاين الكاميرا تما يشوفوا جيت الباب ديال الادارة كيف تيقولوا هما يا لقيت واحد الموظف وقت ما قلت الله يحبك انا عندي مرض السكر انا ضرب بحالكم قلت له خويا الله يحبك بغيت نشوف المدير قال لي راه النائب ديالو قلت له النائب ما عندي بغيت نسيب المدير بغيت نشكي على المدير عيب جيتي تجري من الكولوار اللي عندك لداخل دد 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 جريتي من كتفي جريتي من يدي انا تباراليزيت عندي مشكل ديال العزل 67% نفس بنيش يدي وزاره الصحه العموميه عندي السكر عندي طونس شديتيني جريتيني بغات طيحني وجوج موظفين تيجروا فيا وبنتي ومتكي على بنتي واش كاين شي مدير تي يمثل مندوب السامي اللي هو الوزير الاول ويشد مواطن في الاداره ولا هجمتي عليه في الاداره
وجاب التليفون تيهدد فيا تيهضر التليفون اسمو مانيتي انا راه ماشيش من الدار ماجيش عليك راه مؤسسه يعني راك انت مدير خصك تستقبلني وعاكذب عليا كيف استقبلني المدير الجهوي دابا خصك بواحد الروح واحد المعنويه مرتفعه اسمح لي دابا شنو هو المطلب ديالك غير انا خويا ديما كنمشي عندو الزياره فين ما كنمشي كيقول لي راني مريض راني ضاراني رجلي كنجي ما كنبغي نعاود الاب ديالي والو الاب ديالي مريض ولكن هو كان ممنوع من الزياره يعني لقيته مني كيطلقوا الزياره كنمشي عندو انا حيت انا اللي نسافر انا اللي كنمشي نزور فين ما كنمشي كيقول لي راه راني مريض راني عادي ملي كيكون غير البون انا اللي كنمشي ندفعو كندفع الدواء بعد مرات حتى الدواء ما كيوصلوش بقينا غاديين على نفس المشكل درت شكايه مشيت عند السي الجهاوي عند السي مصطفى الحمري الله يجازيه بخير استقبلني واحد السيد خادم عندي الشكايه قال لي ديري السيمانه ورجعي عندي لقيت مني رجعت عنده قال لي شوفي حنا الملف الطبي ديالو حنا كنجمعو فيه غير سير يكون هاني نهار الاربع كانت عند خويا الزيارة داو العزله كانت عنده الزياره مشينا عنده الخميس مشينا الخميس الاربع الخميس ما خرجوش لنا باش قال لك راه الاربع الاربع مشيت انا زرتو في الزياره مشيت انا والاب ديالي تخلي التفاصيل ودخل في الموضوع بريك كي غوت قلت ليه مالك قال لك راه رجلي ضرتني بزاف وداوني العزله وخلاو لي حوايجي في الجناح اللي كنت فيه ما عندي حتى شي حاجه ورجلي راه محنتني لقيتها مني خرجت عند المدير قلت ليه انت الله يرحم والديك راه خويا واقع لي وواقع لي قال لي اخوك عنده مشكل يا خويا الا عنده مشكل القانون رب ديال هاد السيد المدير كيفاش لا كيفاش طوفات هاد السيد المدير قال لي اخو قلت لي القانون فوق اي واحد قال لي اخو بزناز قلت لي خويا الا دار شي حاجه راه القانون غيطبق عليه حنا ما كنطلب والو كنطلب خويا يخرج عند الطبيب يشوف الحاله ديالو قال لي لا اخوك خرجنا قلت لي خويا كون خرج راه غيقول لي انا راني خرجت ما غيقولش لي راني ما خرجتش خرجت من عنده بين المدير والمدير ديالو ملي خرجت مشيت عنده كان شي حفل في الاصلاحيه تسنينا تخرج تسنينا المدير الجهوي تخرج لقيت مني خرج دويش معاه قال لي شوفي بنتي انا راني وقفت على الملف انا راني باقي كنجمع لي في الوراق سيري كوني هانيه ما كيجينا بحال هكا انا هضرت معاه كتقولي بان كتقولي بان الحاله ديالو استعجاليه انا الحاله ديالو استعجاليه ودرنا الشكايه ودفعناه وكل شيء جينا بحالتنا ملي جينا كنتفاجئوا منعوا عليه لاباري ما يبقاش يهضر فيها معانا ليومنا دابا باقي حنا ما هضرناش معاه من نهار الاربع ما عرفناش اشنو كاين حنا حاجه وحده الرساله ديالنا اللي كنطلبوا من خويا غير يخرج يتعالج ما بغينا حتى شي حاجه اخرى خويا الا دار شي حاجه راه القانون غيطبق عليه القانون ديالهم هما يطبقوا عليه ولكن حنا بغينا خويا غير يخرج يتعالج بالنسبه هو كمدير ما بغينا حتى شي حاجه اخرى هادشي اللي بغينا بالنسبه هو كمدير وانا مشيت دفعت شكايه للمندوبيه مشيت اليوم واستقبلوني مزيان وقال لي السيد سيري كوني هاني غنصيفطوا لك الجواب حنا بغينا غير خويا شفت واحد الجمعيه البارح حتى هما صيفط لهم الله يجازيهم بخير حتى هما وقفوا معايا وكشبوا لي ولكن انا ما بغيت والو الهدف كيبقى هو التطبيق غير يخرج وانت شكون اللي من غير حل وانت الدوله عاطيه هاد السيد يخرج للسبيطار يداو خاصه شي حاجه حنا نعاونو انا وديت ديري الدواء من عندي هذا الله يكون في العون كاين الاكتظاظ كاين هذيك ولكن ما تنهضروش بهذا الشيء هذا الشيء بعيد على التنظيم وعلى التطوير شحال من واحد انا تنكون في ميريزكو تتمشي الطوموبيل تيداويو علاش شي داو وشي ما يداوش علاش بغيت نعرف علاش هذا راه عنده قطيب في حديدو ها هو قطيب قدو قداش وما يخرجش الطبيب سي حكيم انت سمعتي المعاناه ديال هذه العائله شنو هو التعليق ديالك؟ وبكل صراحه سي رشيد كنشكرك اخويا راجل نزيه كنشوف هاد الناس هادو هاد المعاناة اللي كيعانيو هاد الناس هادا راه انا حالة من الحالات بكل صراحة وحنا كنستنكرو هاد المسائل هادي اللي كيعيشها با مصطفى مع الولد ديالو صلاح والاخت هادشي راه كنستنكروه بكل صراحة حتى انا راه حالة من الحالات حتى انا راه عندي الاخ ديالي كيعاني مدة عامين سنتين وطالع في شهر ومازال خويا تا هو من صحاب داو الاحتياجات الخاصة خويا راه مقعد معاناة غير على مستوى التطبيب بكل صراحة دابا حنايا بكل صراحة هضر الأخ مصطفى حنا كنمشيو حنا مع النظام الداخلي ديال المؤسسة حنا مع النظام الداخلي حنا مع الحق حنا مع القانون مع النظام ومع النظام بكل صراحة ولكن داخل المؤسسة السجنية ولكن حنا ملي كنمشيو للسجن عايز يسمع واحد عكاشة بالدار البيضاء كنشوفو شي حوايج بكل صراحة كدار في القلب علاش؟ انا عندي خويا حاله من الحالات كيف واش كاين هذه القضيه اللي قال كاين الميز في التطبيب كاين اللي كيستافدوا من التطبيب وكاين كاين كاينين الناس صحاح كيخرجوا للسبيطار هذا هو المشكل
كاين الناس صحاح هو فيك يخرجوا للسبيطار، وكاين الناس اللي كيعانيو، وكاين الناس كيعانيو مساكن كيخرجوا للسبيطار. كاين شي حالات اكثر من حالات، كاين حالات اكثر من حالات منهم خويا انا، راه حالات اكثر من الحالات اخويا عاد وشال النسوي الاخ ديالي راه مقعد من دول الاحتياجات الخاصه، ولكن من كيطالب الطبيب التطبيب وكيطالب بالتروين حيت هو مقعد التطروين خصو التروين باش الحركه الدوره الدمويه خصها، حيت ما عندوش الدوره الدمويه ما كيتحركش التطروين. واش الماتريال ديال التطروين لا يعقل بالله عليك، ما كاينش في مؤسسه. وكاينين الناس تبارك الله تماك، مش غنقول لك كلشي خير، كاينين الناس شرفاء وزهاء كيخدموا بواحد المصداقيه، كيخدموا بواحد الروح الوطنيه. حنا راه ولاو فقراء، عندنا واحد الروح الوطنيه الحمد لله. حنا ماشي غنمشيو غادي نسجن حبا في، ولكن ظروف دابا الاخ ديالي انا كنمشي عنده واحد الكلام قالو مصطفى من حقي نشوف المدير ديال المؤسسه. علاش ما كنشوفوش؟ حيت عندي خويا كنزيل، من حقي انا كزائر غنمشي للمؤسسه السجنيه وغنزور، من حقي نشوف المدير باش نشوف الحاله ديال الاخ. كيستقبلك مره ما كيستقبلنيش، حسباني هاديه ما كيستقبلنيش، هذا هو المشكل. وتحدى اي واحد كاين الناس تبارك الله، ربما اسمح لي، لا لا حيت انا عامل، لا ماشي تغدي العائلات، اسمح لي الله يحفظك، هذا واحد النقطه، واحد ما سمعش الهضره ديالك. سير سير كمل. حنا ربما كاين تغدي العائلات لا، ولكن مدير ديال المؤسسه مربي هو المشرف الاول على مؤسسه ومحطوط تماك، راه خص يستقبل اي واحد، ما كيكونش ضغط. دابا انا ملي كنمشي كاين واحد الناس العمر لهم الدار كيكونوا مساكن حدا الباب، كتمشي حدا الباب ديال السجن كيخرج لك واحد، اش كيدير لك؟ كيدير لك خاطرك، كيدير لك خاطرك، عاوتاني الناس المعاناه. ولكن النتيجه ما كاينش، النتيجه ما كايناش. دابا كما قال الاخ مصطفى كيهضر على الولد ديالو صلاح، كنزيل في المؤسسه السجنيه عنده حق من الحقوق، واخا حتى هو كنزيل واخا مسجون راه مسجون راه عنده الحق، ماشي مسجون ما عندوش الحق، راه عنده الكرامه، راه اي واحد كرم من الله سبحانه وتعالى، واخا مسجون عنده الحق في التطبيب، عنده الحق في الفسحه، عنده الحق في التغذيه، عنده حق. حيت الدولة راه كتخلص كتعطي واحد المصروف لك تسجيل، وحنا شعارنا الله الوطن الملك، حنا ما كنقولوش شي حاجة خايبة، حنا مع القانون، حنا ملي كنمشيو هاد السجن هذا، أول حاجة المدير ما كتشوفوش، ثاني حاجة حنا كنستنكر واحد الظروف كيعيشها خويا، حاليا حاليا دابا الأخ ديالي كيطالب بالتطبيب، رجليه تنفخوليه، ثاني حاجة البولة، ثالث حاجة ولاو الكيلي. حيت الان كيطالب بالتطبيب ديالو خويا، وحاليا كيتواجد السي بي، والسي بي ديالو سيتنا الله ينصرو باش يفهموا الناس شنو هو السي بي. هو واحد المركز ذوي الاختصاصات كيتعالجوا فيه جميع المرضى السجناء اللي كيتواجدوا في المغرب، كيتعالجوا فيه السي بي. ولكن حنا السي بي هذا فيه الاخ ديالي وكيطالب باش يخرج، كتشوف ناس صحاح كيخرجوا، هو جيت تنفخوا ليه، كيضروا الكلاوي المبوله. وحيت الان الجمعه اللي فاتت ديت الام ديالو ما كنبغيش نقول ليها بحال الاخ مصطفى، حتى هي عندها القلب، عندها الكوليسترول، عندها السكر، من وصلت القضيه حتى الفوق اضطر الاخ ديالي يقولها لامي. امي ما مشيت معاها حدا السجن الجمعه اللي فاتت، خرج واحد المسؤول شريف الله يجازيه بخير من هذا المنبر، الله عمرها دار، هضر معانا، دخل عند الاخ ديالي، اتصل بينا الاخ ديالي صافي صافي، بحال اللي ما كاين والو. دابا امي جاها واحد كريس كارديا، كنقسم لك بالله توقفات لحت عندها القلب، ها هي دابا في الفراش. حنا واحد الرساله كنتمنى توصل صحاب دول القرارات، بغيت واحد الرساله يديروا صحاب دول القرارات يديروا واحد التفاته جميله ان شاء الله يا رب العالمين. راه الناس راه كتحتضر، الناس راه كتمحن داخل السجن، وانا راه حاله من الحالات، والاخ مصطفى حتى هو راه حاله من الحالات. كنتمنى صحاب دول القرارات يدير واحد التفاته، وكاين واحد رئيس المعقل تمام، راه لا حول ولا قوه الا بالله. الاخ ديالي تبطروا لي جوج اصابع وانت عارف هاد المسائل هادي، وجرينا ومشينا من دوبيا وطحت المؤسسات وطحت الادارات. انت راه حشومه وعار، عار وحشومه. احنا لا ما عندنا لا حق
لا قانون اخا هذه بلاد الحق وبلاد القانون وبلاد الديمقراطيه وحيا سيدنا محمد السادس. وكنتحملكم نتوما مسؤوليه كصحابه باش الراي العام يوصلوا هذا الخبر ويعرف اش كيوقع. مع المواطن على الواجب.